Good morning and good evening to you. Hello, this is Teacher Menar. How are you? I am so happy that you like all our videos. Uh, that's why we are continuing this uh, mission. Okay, so today we will talk about reports. This is lesson number 12, and this is teamed together for the seventh grade uh, students in Jordan. So I want to welcome you. How are you? I hope you are all very well. نرحب بكم اعزائنا وندعوكم للاشتراك في القناه قناتنا ممكن تحضروا فيها اي فيديوهات تعليميه من الصف الاول الى الصف العاشر وبجميع المواد اليوم رح ندرس مع بعض الدرس 12 من كتاب التمارين لطلاب الصف السابع ورح ندرس من خلاله كيفيه عمل ريبورت ريبورت المقصود فيها التقارير هون الجزء تبع الرايتنج قبل ما نبلش ونحكي الفرق بين while و خلينا نقرأ هون التب الموجودة to compare two different things we should use either while or however يعني إذا بدك تقارن ما بين شغلتين يا سابع بدنا نستخدم يا while يا however طبعا إحنا كيف ممكن نعرف الفرق بيناتهم من خلال الأمثلة عادة however بتبتدأ بجملة ثانية بتكون الجملتين منفصلات while بتحطها أثناء الجملة بالنص بينما في حين هيك however بيكون معناها برضو زي بينما وحين لكن تيجي برضو معناها زي الاستدراك يعني إنه فكرة ثانية العكس تيجي يعني فكرة ثانية بدنا نحكيها هلا الفرق الرئيسي بيناتهم زي ما حكينا بس بالكوتيشن وبالنسبة لإنه كيفية وضعها بالجملة خلينا نشوف المثال هون بقول لنا read and complete the sentences with while or however بدنا نقرأ هذه الجمل وبدنا نكمل يا بدنا نحط while يا بدنا نحط however My sister says she wants to help the environment هي شو حكت إنها بدها تساعد البيئة اوكي okay, the environment لكن however she doesn't pick up her rubbish إذن حكينا هنا فكرة مغايرة طب هي كيف بدها تساعد البيئة وهي ما بتلتقط الفضلات هنا سؤال اذا حطينا هون however however اذا زي ما انتم شايفين يا سابع موجوده في بدايه جمله جديده هون حطينا نقطه وهون حطينا هاوفر الاتش بتكون capital دائما بعد النقطه وتحط فاصله لكن هون استدركنا عملنا فكره غريبه طب انه يعني فكره شو بنسميها احنا مضاده انه هي المفروض بتساعد البيئه المفروض انها دائما آه يعني آه تلتقط النفايات خلينا ناخذ مثال ثاني In our survey, we found that 52% of students recycle rubbish while 8% turn off lights. شو يعني هاي الجملة؟ In our survey, في دراستنا وجدنا إنه 52% من الطلاب بيعملوا إعادة تدوير للفضلات بينما 8% منهم بيطفوا اللايتس طب انت كيف بتحكي انه 52 تخيلوا شوفوا كيف التضاد بالموضوع انه 52% من الطلاب هنا بيعملوا اعادة تدوير للفضلات ها بيعملوا اعادة تدوير للفضلات لكن 8 بس بالمية uh, turn off lights لكن بالمقابل يعني في نسبة ثانية من الطلاب بس 8 بيطفوا الاضواء تمام يعني هون لما بدك تيجي تعمل مقارنة قارنة انت بين مجموعتين مجموعة 52% ومجموعة 8% شو وجدنا؟ وايل في حين بينما بس 8% هن بيطفوا اللايت يعني نسبة 52 منيحة يعني كثير كتير عالية بمقابل الثمانية هون ما بنقدر نحكي هاوفر هاوفر ما في انه يعني كيف اقول لك يعني شغلة فيها تضاد فهون هاوفر طب انه هي ما دامها بتحب الطبيعة المفروض انها تطول الفضلات هي لا ما بتطول الفضلات او القمامة تمام فهون فكرة مغايرة هون انت عم بتقارن بين شغلتين ما ما بيكونش في بناتهم علاقة هون فوق في علاقة رقم تلات 27 students say they save water at home however only 6 students say they plant trees برضو عملية مقارنة وزي ما حكينا however خليها يعني دائما في بداية جملة جديدة while بتنحط بالنص تربط بين الجملتين 27% يقولون من الأطفال إنه هن آه, يوفرون الماء في البيت لكن فقط ستة بيقولوا إنهم بيزرعوا الأشجار تمام very good إذا هون زي ما حكينا بداية جملة جديدة فبنستخدم however خلينا نتفرج على هذه diagrams، هذه الأشكال البيانية وبدنا نجاوب على أسئلة so we have to answer all these questions regarding these two diagrams the first diagram says is it important to save water and they asked students Some said yes, which were about 77 percent, and only 18 percent said no. We've got five percent who said don't know. The other diagram says, What is the best way to save water? and they presented many suggestions here. The first one, We can save water through taking a quick shower. Who said that? 46 percent. Number two. Some people say that we can't turn off the water when we are brushing our teeth. Those were 28 percent. However, 15 percent said we can have the garden that doesn't need much water. Nine percent said we can't or we don't use the toilet as a rubbish bin. And number two: we don't know. Yanibus two percent Haku, we don't know. إذا نحن This is a survey of 386 students aged between 15, 11 and 14. Uh, all of those students answered these questions. إذا نشرح اللي حكيناه. الأول الدايجرام الأول بجاوب كان على السؤال اللي بيحكي هل مهم نحن نوفر المي؟ طبعًا اللي حكوا طبعًا لازم نحن نوفر مي هم عبارة عن 77% من الأشخاص. اللي حكى لا ما بدنا نوفر مي حكوا 18% من الطلاب هن اللي حكوا هيك في ناس حكت والله ما بعرف انه ضروري نحن نوفر مي ولا لا هدول كانوا نسبتهم 5% هذه دراسة التنتين هدول هي كانت دراسة ل 386 طالب أعمارهم تتراوح من 11 إلى 14 سنة سؤال ثاني ردينا سألنا هدول الأطفال وقلنا لهم شو هي أفضل طريقة لتوفير المياه وحطينا لهم مجموعة من الاقتراحات أول اقتراح قلنا لهم إنه بدل ما تاخذ حمام طويل تستحم يعني الاستحمام الكامل بدك أقل شيء نص ساعة. يو تيك كويك شاور بداله يعني بتاخذ لك دش نحن نسميها دش سريع هيك عسرع واحد يعني هيك ينعنش فيه. 46% حكوا بهذه الطريقة ممكن أن نوفر المي. في ناس ثانية حكت لازم نطفي المي لما نحن نسوي سناننا لما إحنا نفرش سناننا ما في داعي تضل الحنفيه ضلها شغاله خلص تيرن ات اوف تيرن ات اوف طفيها 28% حكوا هذا الكلام في ناس ثانيه حكت انه خلينا نزرع تكون خضروات او فواكه اللي ما بتحتاج كتير مي في خضروات معينه ممكن تزرعها ما بدها مي يعني لو زرعت عندك خس رح يهلكك قد ما بدك تحط عليه مي الخس من الخضروات الورقيه اللي بدها كتير مي فمثلا بدك تتحاشى هلا تزرع الخس بدك تزرع شيء ثاني بيتحمل تمام اذا هاي 15% من الناس اللي حكت هذا الكلام في ناس بتحكي لك هلا هاي العباره شو معناها انه dont use the toilet as a rubbish bin أه هلا هون أه لاحظت انا عند الغرب أه اوكي في الواحد زياراته وفي سفراته هلا هنا بيستخدموا التويليت از rubbish بن هذا الاشي بيستهلك مي اكثر شو يعني انه بيستهلك يعني كربش بن يعني مثلا الـ 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 المحارم الورقيه او اي إشي ممكن يستخدم بيمسكوه وبيكبوه في المرحاض نفسه تمام ما بيكبوه ما بيكبوه في سله النفايات الموجوده جوا الحمام فكل شيء بيكون يعني المحارم كلها تلقى في المرحاض نفسه فهذا الإشي يسبب مشاكل مش بس للسباكه لانه انت رح تضطر تكب كتير مي فهذه طريقه انت من خلالها بتقدر توفر مي إذا ما عملت هيك يعني الأوراق والمحارم الورقية إنها لازم تنكب في الـ في الـ في السلال يعني مش إنها تنكب في المرحاض نفسه، بهذه الطريقة حوالي 9% حكوا إنه نحن بهذه الطريقة ممكن نوفر ماء، وفي عنا هون 2% إذا واضحة عندكم، 2% بيقولوا we don't know هاو أو شو هي البيست واي أفضل طريقة لتوفير المياه. طيب هلا من هون بدنا نجاوب أسئلة تحليلية لهاي الدايجرامز الموجودة أول سؤال بيحكينا What do the diagrams show؟ شو بيفرجونا هدول الدايجرامز هايها اللي موجود اللي مكتوب هذه هون فإذا السؤال بيحكينا ماذا تظهر هذه الدايجرامز بنحكي They show أو the diagrams show students answers to a survey about saving water ببساطة هون حكينا بشكل إجمالي وكل المعلومات المطلوبة حكينا إنه هاي عبارة عن إجابات الطلاب students answers على شو؟ على survey شو بدي survey؟ السيرفي هي عبارة عن دراسة مسحية يعني بيعملوا مسوحات بيعملوا questionnaires استبانات وبيأخذوا آراء الناس الموجودين اللي بيعتبروا عينة الدراسة فهدول الطلاب هم العينة فإجوا سألوهم so these are the answers هدول هم الإجابات عن الطلاب على هذه الدراسة المسحية التي تتعلق بوات بsaving water ها هي الموضوع الرئيسي طيب سؤال How many students did the survey? كم عدد الطلاب يلي عملوا هذه الدراسة المسحية؟ 386 students تمام؟ 386 عددهم Another question How old were the students? أوكي قد ايه كان عمرهم بالضبط؟ هل هو مكتوب؟ يس yes. هي هون مكتوب Aged يعني بأعمار تتراوح بين 11 and 14 إذا من 11 إلى 14 سنة هدول عدد أعمار الطلاب number four how many students think saving water is important كم عدد الطلاب اللي بيعتقدوا إنه saving water is important هيا هون لما سألنا سؤال is it important to save water كم واحد قال لك yes طبعا ضروري سبعة وسبعين بالمية so بنكتب هون 77% of the students think that saving water is important إذا بدك إجابة كاملة طيب how many ways to save water are listed كم عدد الطرق لتوفير المياه الموجودة هون عندك بالدايجرام حكينا الطريقة الأولى هادي وان وهاي الطريقة الثانية turn off water الطريقة الثالثة نزرع نباتات بتتحمل العطش مثلا أو قلة الماء بعدين رقم أربعة هاي don't use the toilet so how many we've got four ways إذا عندنا أربعة طرق رئيسية يلي بتحكي لنا إنه كيفية توفير المياه very good now the last question اخر سؤال تحليلي على هاي الدايجرامز بيحكي which two ideas are the most popular شو هي من هاي الطرق او من هاي الافكار هي اكثر او انسب الطرق في توفير المياه كيف ممكن انا اعرف؟ اطلع على النسب هون يا سابع so the highest persons will give you that these two suggestions are the best يعني افضل إشي براي الناس احسن الطرق to save water لتوفير المياه هي number one 46% اللي هي taking a quick shower إذا أول شيء بتحكي لي taking a quick shower هاي أول طريقة هو طالب مني تنتين والطريقة الثانية أو أنسب طريقة كانت 28% إنه that we should turn off the water when you're brushing your teeth you will save lots of water يعني لما أنت تطفي الحنفية وانت عم بتفرش سنانك this will save water رح توفر كتير من المي تمام طيب هيك نحن خلصنا الاسئله التحليليه على هدول الدايجرامز شوفوا كم سؤال ممكن نطلعه، ممكن اسألك انه you know, how many people think that they shouldn't use the toilet as a pumpkin؟ مين اللي حكى هيك؟ how many people؟ بتقول لي 9%. بدي اقول لك how many people who don't know the best way to save water؟ بتقول لي 2%. طيب اقول لك مثلا how many people think that saving water is not important. مي كم واحد بيعتقد انه لا لا مش مهم انا ليه اوفر عنا مي؟ عندنا مي كثير. عندنا محيطات وعندنا بحيرات وعندنا بحار وعندنا انهار ما في داعي. About 18% 18% بيحكوا لا ما في داعي. مش مهم كثير نحن سيف ووتر. طيب زي هيك، إذا هاي أسئلة كثير ممكن تسأل عن هدول الدايجرامز. هلا السؤال اللي بعده بيسأل: study the two diagrams هدول نفسهم بدنا نرد ندرسهم مضبوط and we should plan a report about the survey results. ممكن تحكي لي ريبورت، تعملي زي ريبورتر تقرير حول نتائج هذه الدراسة. كيف يعني؟ خلينا نشرح الطريقة لأنه سؤال ثلاثة وأربعة مرتبطات ببعض. يعني إذا بتحل هدول التفاصيل الصغيرة، ممكن ببساطة تعمل لنا uh, now write your report about the survey, then check your spelling and punctuation. هلا هدول زي خطوات بيساعدوك انه انت كيف تعمل الريبورت يا سابع نحن رح نعطيكم نموذج بسيط ممكن تعمل زيه تمام المطلوب منك بعد ما تحلل هدول الاشياء او تعطينا اجاباتك عليهم يعني هدول زي خطوات كيف تكتب ريبورت بتلملم الريبورت تبعك وبتكتبه بطريقه حلوه وتكون مرتبه وتاكد من الاملاء السبرينج ومن البانكتويشن اللي هي علامات الترقيم طيب بقول لنا هون السؤال يو should study the two diagrams وتكتب لنا تخطط ريبورت تقرير حول نتائج هذه الدراسة أول شيء بدك تعمل لنا كلير تايتل خلينا نبلش ونكتب كلير تايتل شو يعني تايتل؟ title المقصود فيها العنوان فنحن بدنا نعمل كلير تايتل ممكن نحكي ببساطة how to save water أو ببساطة ممكن نقول saving water ودائما في العنوان خليه يكون انا بدي اكبر لكم الخط دائما العنوان خليه بالبولد عشان يكون مميز عن غيره من الكلمات الثانيه اوكي هاي سيفينج ووتر ودائما خليه capital لتر بوث ووردز اوكي ممكن تحكي هاو تو سيف ووتر هنا كتبنا انكلود ا كلير تايتل يعني يكون عنوانك كلير واضح رايت ان انتدكشن وات دو ذا diagrams شو What was the survey about؟ إذا بعد ما نكتب التايتل العنوان بدك تكتب لنا introduction يعني مقدمة تحكي لنا فيها إنه شو بتظهر هذه الدايجرامز وشو هي عن شو بالضبط هذه الدراسة بس هاي هي الانتروداكشن فإذا شو بدنا نكتب هون نكتب saving water is one of the ways to protect The environment, the diagrams <coughs> show <coughs> the results of a survey presented to. Three hundred eighty-six students regarding the importance of saving water and the ways to do so. How methelan of saving water. Tamam. Yani it answers two questions. هلا هون the diagram show the results of a survey presented to 386 students كتبنا كم عددهم فيما يتعلق باهميه انه نحن نوفر المياه والطرق of saving water تمام هيك تمام ممكن اذا حابب بالانترودكشن هاي تعتبر مقدمه ممكن اذا حابب بالانترودكشن تكتب تفصل diagram 1 diagram 2 او diagram A diagram B تحكي لي diagram A answers the question Uh, is it important to save water and diagram B answers the question uh, what is the best way of saving water تمام هلا هون شو طالب منا بالضبط نرد نعيد قال لنا right introduction شو بتظهر هذه diagrams؟ حكينا انها هي عبارة عن دراسة وعن ماذا تتعلق هذه الدراسة حكينا شو بتظهر هاي diagrams؟ هنا the results of a survey كتبناها تتعلق حول الشغلتين هدول إذا أول إشي عملنا هون العنوان هيو نعمله بالبولد ونعمله بالنص عشان يكون واضح إنه هذا العنوان هلا الانترودكشن أوكي ممكن نعمله كل إشي يكون الضبط عشان ما يكون في فراغات هون وهون ونرد نحط العنوان في النص شو حكينا في الانترودكشن؟ قلنا في طرق تانية ممكن تكتب فيها الانترودكشن ما في مشكلة ممكن مباشرة تبلش بدون هاي الجملة بالبداية ممكن تشيلها ما في داعي لها نحن هنا حكينا إنه توفير الماء واحدة من الطرق لحماية البيئة. تظهر هذه البيانات نتائج دراسة قدمت ل386 طالب حول أهمية توفير المياه وحول طرق توفير المياه. تمام؟ ممكن تكتبوا بطريقة ثانية ممكن تحكوا uh, the survey. ممكن تبلش The survey. الدراسة show the results of uh, uh, the results of the viewpoints of students regarding saving water. فالنتيجة تيجي بتقول لي diagram one شوز كذا انه يظهر الشكل الاول اجابات لسؤال انه قد مهم الووتر. اوكي؟ والداياجرام الثاني يظهر الطرق الخاصة في توفير المياه، يعني ممكن كمان بهي الطريقة تكتب عادي، أنا يعني هون دمجتهم مع بعض. فمعروف يعني الكتابة في عندك أكثر من طريقة. هلا المطلوب منا explain the two diagrams use firstly and secondly and also use while and however to compare two different things تمام هلا شو المطلوب منا؟ هلا بده يجي الشرح، هلا بده يجي التحليل اللي بنسميه دقيق لنتائج الاشكال الموجودة بدنا نحاول نستخدم while و however حلوين وضروريين لاستخدامهم إذا بدك تقارن بين نتائج شغلتين بيكونوا متضاربات تمام معروف يعني هون للتفرقة طيب هون ممكن نحكيها كمان هاي هاي ما بتتعلق بالفقرات بدك تستخدم اللغة الفصحى use formal language don't use contractions of verbs لأنه you are talking you are, you are discussing results of a survey so this is a formal report هذا مش أنه تقارير آراء شخصية أخذتها من الناس يعني تنزلت على الميدان وحكيت معاهم ويعني عفوي بيكون شخصي لا هذا تقرير رسمي انت عم بتعالج قضية ظاهرة مهمة اللي ظاهرة توفير المياه That's why you shouldn't use contractions لا تستخدم اختصارات الأفعال دايما وجود الاختصارات معناها انه اشي بيكون شخصي informal لكن احنا هون بنحكي بلغة رسمية يعني قياسية ما بنقدر نحن نستخدم الكونتراكشنز او الاختصارات بعد ما نكمل تحليل هلأ رح نبلش بالتحليل بيقول لنا اكتب لنا conclusion write a conclusion and explain why the survey is interesting give reasons don't include your own opinions use the facts from the survey هلا هون بقول لك اكتب لنا بالاخير خاتمه وفسر ليش بتعتبر هاي الدراسة مهمة وممتعة واعطينا إجابات أو أسباب يعني عالج الأسباب ليش إنه هاي مهمة هاي الدراسة وليه ممتعة لانه وكمان dont include your own opinions يعني خليك موضوعي شو يعني موضوعي ما تكون شخصي يعني لا تحط لي ارائك لا تتاثر او لا تاثر انت في نتائج الدراسه خلص اعطينا النتائج كما هي واحكينا رايك بالنتائج فمن خلال شو من خلال النتائج الموجوده امامك يعني من خلال الارقام هذه الدراسه طيب اذا قبل ما نروح على بدنا نحكي شويه تفسيرات من خلال فيرستلي استخدام كلمات زي فيرستلي سكندلي ممكن تستخدم كلمات الوايل أو لازم تستخدمهم الوايل والهاوفر عشان تقارن بين أشياء المختلفة وأكيد بس نخلص رح نعمل تشيك على السبلينج وعلى البنكتويشن سو so, خلينا نكتب هلا التحليل بس ما رح نعرف نحلل إلا تا نتفرج مزبوط هون أول إشي خلينا نعالج الدايجرام الأول في عندي 77% حكوا يس و18% حكوا نو no. ممكن نحط فقرة لنتائج الدايجرام الأول وفقرة كاملة لنتائج الدايجرام الثاني، وممكن إذا حابين ندمجهم مع بعض. ففي عنا كتير طرق للكتابة، فإذا هون كتبنا العنوان والمقدمة، الآن رح نعمل تحليل لهذه النتائج، تمام؟ So you can say diagram one shows The answers to the question Is it important to save water? Mathalan, say, Heiko, Hata Munkin, Tamiluna Honestual in Ben Quotation Marks, and Hadaho Sual in Hanam Nisalano. Okay, where students. Answered yes, where a can add where seventy seven per cent of students answered yes, okay, while eighteen per cent of students answered no. I cannot reach بس ما بدنا ننسى انه 77 و18 بضل في عنا كمان نسبة ناقصة اللي هي نسبة شو؟ نسبة ال 5% منهم اللي حكوا نحن وي دونت نو ما بنعرف هي مهمة ولا مش مهمة. اوكي؟ okay. However 5% of students didn't know whether it is important to save water or not هاي هيك احنا عالجنا نتائج الدراسة الأولى إذا دايجرام واحد هون ما بدك تحكي وتفسر النتائج بس بدك تحكي لي شو هي الأرقام الموجودة تحكي لي إنه الشكل الأول أظهر إجابات للسؤال اللي بيحكي هل مهم نحن نوفر المي؟ فبدك تيجي تقول لي 77 of students ممكن حتى نشيل كلمة وير ونبلش جملة ثانية بدك تحكي لي النتائج 77% of students أو ممكن نحكي كمان it shows اللي هو نفسه الدايجرام that 77% من الطلاب جاوبوا yes لكن 18% منهم جاوبوا no هلا بدنا نحكي معلومة ثانية إنه however أوكي okay, خمسة من الطلاب ما عرفوا هل هو مهم نحنا نوفر ما أم لا طيب ممكن نعمل فقرة تانية أو ممكن نكمل على نفس هذه الفقرة ونحكي What's the best way to save water؟ ونحكي عن الأربع طرق الموجودة أوكي okay. طيب إذا أول إشي هون فبدنا نجاوب هون على السؤال إنه هل مهم أو ما هي الطرق أفضل الطرق لتوفير المياه؟ So this is diagram number two. Shall we On the other hand, here I am going to talk diagram two. Answered or presented? Had the diagram presented the answers of students on the best way to save water? Forty-six percent of students um, said that taking our making uh, forty-six percent of students suggested our recommend found that taking a quick shower is the best way while 28% of them found that taking off the water when while brushing teeth is the best way compared to 15% of students who suggested having a garden that doesn't need much water. Okay. بضل لنا اخر وحده اللي هي dont use the toilet as a rubbish bin And finally, I can talk a another sentence since it's long. However, 9% of students suggested not using the toilet as a rubbish bin. 2% of students didn't know the best way of saving water. بس إحنا هون بس كتبنا شو هي النتائج ما حكينا آرائنا ولا حكينا شو تمثل هذه النتائج بس حطيناهم زي ما هم يعني هون شو حكينا بالجهة الثانية عن الدايجرام 2 حكينا إنه هو قدم لنا إجابات الطلاب حول أفضل طريقة لتوفير المياه كيف فبدك تنقل لي كل هدول الكلمات وكل هدول النسب الموجوده بتقول لي 46 من الطلاب حكوا انه لازم ناخد شاور سريع اوكي okay, هيها ha. لازم ناخد شاور سريع وايل هينا هون استخدمنا وايل 28% of them found that taking off the water while brushing teeth is the best way compared to هاي ممكن طريقه ثانيه انتو كمان تستخدموها للمقارنه compared to بالمقابل في عندي 15% من الطلاب هن اللي وجدوا انه شو؟ انه انه انت تزرع خضروات ما بتستهلك كثير مي. اوكي؟ however هون استخدمنا however 9% of students شو حكوا 9%؟ حكوا لنا انه لا تستخدم التويلت كسلة نفايات واخر شيء بنحكي 2% of students بس 2% هم حكوا we don't know هلا في الخاتمه هون حكينا نتائج في الخاتمه بدنا نحكي شو هي هاي الاراء شو بتدل يعني شو هي افضل الطرق شو هو هل هو مهم ولا مش مهم اذا هون عشان رد نعيد ونعرف شو هو المطلوب الخاتمة بقول لنا اكتب لنا خاتمه وفسر ليش هذه الدراسه مهمه واعطي اسباب لاهميه هاي الدراسه ولا تعطينا ارائك تمام اذا اول شيء ممكن يعني ممكن بالمقدمه بال بالنهايه نحكي ان conclusion The survey is, is considered to be important. How oh, interesting because it indicates that saving water is important because. of the high percentage of students who believe in this بتحطوا بين قوسين النسبة المئوية اللي كانوا من الطلاب اللي بيعتقدوا إنها مهمة واللي كانت 77% بالمية. هيك حكينا عن أول نتيجة ثاني نتيجة بتحكي لي إنه أفضل طريقة هي taking a quick shower وأقل طريقة اللي هي شغلة استخدام التويليت الزرابش بن ممكن زي هيك نحكي مين أعلى قيمة ومين أقل قيمة إذا هون بنحكي um, students of the survey also indicates that the best way to save water is taking a quick shower as as it had the highest percentage اللي هي شو؟ اللي هي كانت 64% بهيك انت شرحت الدايجرامز الاثنين بفقرة واحدة كختام فهون شو حكينا؟ in conclusion في النهاية The survey is considered interesting. هذه الدراسة المسحية رائعة. ليه؟ لأنها تؤشر أو تشير إلى أنه عملية توفير الماء هي عملية مهمة. Important. ليه؟ لأنه because of the high percentage of students who believe in this. لأنه أصلا نسبة الطلاب شوفوا قد إيه عالية 77% من اللي بيعتقدوا أنه ضروري نحن نوفر الماء. كمان احكي لي عن نتائج هون هذه الدراسة الثانية فشو بدك تحكي لي بالجزء الثاني منها بتقولي كمان تشير هذه الدراسة لأنه أفضل طريقة لتوفير المي هو أنه تأخذ دش سريع لأنه شغلة taking a quick أنه تأخذ دش سريع أخذت على أعلى النتائج هي highest percentage اللي هي 46% يعني الأفضل أن تكتب النتائج عشان تكون دراستك مبنية على حقائق تتعلق بهذه الدراسة نحن بهيك يا سابع بنكون انهينا هذا الفيديو بتقدروا تعملوا زي هاي الدراسه او تعملوا دراسه ثانيه مشابهه لإلها ممكن انت هون بدال الفقرتين اللي حطيناهم هون ممكن تدمج الدايجرامز الاثنين مع بعض في فقره واحده تمام وممكن تغير كمان بالانترودكشن ما في مشكله اذا نحن بهيك ساعدناكم او اعطيناكم شويه امثله في كيفيه عمل ريبورت تحليلي للبيانات الموجوده Thank you so much for watching us and have a good day. Goodbye.